خطيرة، يمشي كيلان يضرب كرة جول. 1-0 للبي جي، 1-0 لباريس سان جيرمان في 10 دقائق لعب. مبابي جول. الهدف الاول لباريس سان جيرمان، وتشتعل الاجواء والمدرجات هنا في البارك دي برانس في حديقه الامراء. كره مره اخرى خطيره جدا، رابيو الثاني والهدف الثاني، الهدف الثاني. هذا الباريس يطمن، هذا الباريس منور، هذا العاصم يمتع، هذا نيمار يمتع، هذا سان جيرمان يتمتع، هذا فريق فرنسا يستمتع، وهذا مارسيليا يعذب. الهدف الثاني لسان جيرمان، الهدف الثاني للبي جي. فتحت عن بحر يا رولاندو. عين في كاس الاتحاد الاوروبي. كافاني جول، جول ديدسون كافاني، رائع جدا البرهان الاورجواني. هدف عالمي، هدف بتاع مهاجم عالمي جدا، حتى المدافع في ظهره.